تأخذك الطريق إلى سفح الجبل، يطالعك الأصفر الممتد بمساحاته الهادئة، تلونه أشجار السنديان الخضراء الوارفة، وتلاقيك منازل متراصة تحيط المسجد بقديم حجاراتها وجديدها، وبيوت على مد النظر تقبع بعيداً، هدوء لا مثيل له يناقض الصورة التي طبعت عن البلدة والتي شغلت العالم والدولة. إنها الكنيسي في قضاء بعلبك، أهلاً بكم. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم، منحطكم بعيوننا بعيوننا أنتو. تبلغ مساحتها 17 كيلومتر مربع ونصف، أما ارتفاعها عن سطح البحر فيقارب 1000 متر، فيما يعتبر سهلها الثالث في محيطه من حيث المساحة أيضاً. بتحد شرقاً شعد، مأنة، غرباً دير الأحمر، صفرة، يعات، لا يعات إبلي، جنوبي صوب الإبلي. مساحتها يعني عندها أرض تقريبا أكثر قرية هي غنية بالأرض. ضيعتنا بتبعد شي 100 كيلومتر، يعني بعلبك بعيدة عن بيروت 80 كيلومتر، وفي عنا مسافة 15-20 كيلومتر. أنجبت البلدة الآلاف توزع بين بيروت وقرى البقاع إلى جانب السكن الدائم فيها. هويتي 78. أنا كيف بدي أقول لك، هاي قسمت إجا الأحصى لها، أيدوني هني، حطوني على عمري هني، زغروني هني، كبروني ما بعرف. أكثر من 500 وحدة سكنية. نعم بالكنيسة. عدد السكان هلأ بالصيفية أكثر من 10,000 ناس. كلهم بيطلعوا يعني؟ إيه كلهم بيطلعوا. كلهم بيطلعوا، نعم. بالشتاء أكيد اللي بده ينزل على المدرسة، اللي بده يعلم أولاده أكيد بده ينزل لتحت. في 3,500. كلهم ساكنين هون؟ هلا بيجوا من بيروت وجلالة ومشطورة، بيجوا لهون بينتخبوا. إيه. تعود أصول أبناء البلدة وعائلاتها إلى منطقة جبيل، وهم بغالبيتهم من عشيرة آل زعيتر. العائلات اللي هوني إلها ارتباط بالمنطقة هونيك بجبيل وكسربان. زعيتر من أفقى ومن المغيري اللي هي حد العقورة، إجوا بعهد العثمانيين، صار في اضطهاد هونيك للشيعة، وعملوا فرمان المماليك أنه كل من يلتجئ إلى جوف سوريا عليه الأمان. فإجا البعض من جدودنا بال 1306 لهون واشتروا أراضي ولحقوهم، بعدين بمرحلة تانية حصل نزوح آخر، يعني بكارثة طبيعية زحل الجبل بأفقى، فنزح البعض من جدودنا لهون. في يعني فيك تقولي 60%، هي أكبر قرية لبيت زعيتر. قرى لبيت زعيتر فيش 15 قرية، مش إنه واحدة واثنين وثلاثة. الكنيسة تعتبر هي أكبر قرية من قرى بيت زعيتر، بسموه عاصمة بيت زعيتر. بالعدد بيجي وراها ريحة، بيجي وراها الحدث، أو إيه الحدث بعلبة، حدث بعلبة. بيجي القصر، وبصير تجي بعدين كفردان وإيعات وحوش بردة. هلا حسب ما يقولوا إنه كانوا بمشين جدودنا شمس، نحن خويلون، وبيت شمس وبيت صفوان خويلون، يعني إلنا الشرف فيهم، يعني نحن وياهم، بس خويلون نحن، يعني أخدين منا وأخدين منهم وأخدين، يعني صرنا عائلة واحدة. أينما تضع يدك تمتلئ، هكذا عبر أبناء البلدة عن غناها بالآثارات والمقتنيات القديمة. كل هيدي كانت الروم
فنقية كلها بتلاقي بالأرض. هلا بس فلاحية بالكاتر بيجوا بيصيروا نبشوا عليها. في منطقة اسمها خرايب السفينة عبارة عن 40 دونم تقريبا، بيوتها مبينة، كانت بيوتها مبينة مفصلة، بيوتها والمحائن الماي ومستودعات الماي واضحة كانت. بس للأسف يعني عندنا فيش وعي بهاي المسائل، جابوا جرافات جماعة حفيرة القبورة يعني والأثرات وجرفوها، يعني كانت تشكل بوقتها يمكن 40 دونم أرض حاضرة، حاضرة على على شط ماي، على شط نهر يعني. هيدي تابعة للضيعة؟ ايه تابعة بأرض الضيعة. ايه هلا مع الأسف جرفت يعني. هلا بتلاقي فيها وقت ما كانش فيها موجة الأثرات، نكون ماشيين هيك نلاقي نبلة، نلاقي أنتيكاية، عندي نموذج منهم يعني، عندي عينة منهم اشتريهم من اللي لقوهم مشان احتفظ ببعض النماذج. في بتلاقي أول شيء عربي مملوك، بعدين بتلاقي بيزنطي، بعدين بتلاقي روماني، بعدين بتلاقي يوناني. هلا تحت اليوناني الله بيعلم شو في عهود، وفي أثرات بالصخور وشبه مغاور وشبه مقابر عند ناس في مغارة، كانوا يخبرونا أهلنا إنه يخبوا بقر الضيعة كله فيها، طمروها يمكن. في عنا بيوت قديمة لازم نحافظ عليها، بيوت تعتبر أثرية، هيدي نحن بنطلب مثلا إنه بعين الاهتمام يعني إنه نرجع نحافظ على بيوت الأثرية. البيوت الأثرية مثل هذا البيت هلأ اللي ورانا مثلا هون، في مثلا عندنا كم مثلا بيت ما لازم ينهدوا، خلي يضل التراث. بعدها الجغرافي عن المدن العامرة لم يجعلها تسلم من الاستعمار الذي طمع بشجرها وحجرها ولا حق أبنائها، لأنه ضيعتنا زراعية. أيام تركيا كانت الحبوب إلى قيمة، وهيدي مناطق زراعية تزرع بالحبوب. انعفوا يمكن من الخدمة العسكرية وحطوا لهم بالموسم مثل هالايام يجي انسان يسموه شباصي، ينصب خيمه على البيادر وشوف وله وياخذ نسبه من المحصول يعني للجيش التركي. كان عم اقول لك كان يمول الجيش التركي وكان يمول روما. هلا المنطقه مغيره كثير عن السابق، اذا بنرجع 50 سنة المنطقه مغيره كثير. طبعا الكنيسي والجوار ما فيها مي، وكانت كلها أشجار، كانت كلها أشجار. بأواخر العهد العثماني يعني قبل الحرمية الأولى صاروا يقصوا الأشجار مشان يحطوها وقود للقطار يعني فحم، فكانت منطقة كلها حرشية ومنطقة فيها أشجار وما فيها مي، فيعتبر التركي أنه هاي المنطقة غير مأهولة، فما كان كتير يغزوها لأنه ما فيها أساس للحياة يعني. الفرنسي إجا على أساس هو منقذ من العثماني، ولكن كانت ولايته أكتر وإجا وقدم هاي المنطقة باعتبارات كبيرة وضد الخلافة الإسلامية اللي كانت على اعتبار العثمانية، فصار كمان في حرب هو والثوار العشائر بالمنطقة. طبعا بيت زعيتر شاركوا فيها فيها عنا إحنا عنا شهداء بالكنيسي من أيام الأتراك، لما كانوا فلين الأتراك صار معركة بينهم وبين شباب الكنيسي راح فيه 4 شهداء. سنة 26 بعد ما ضموا البقاع للبنان الكبير، في فئات سورية وأهلنا يعني رفضوا هذا الأمر وقاموا بانتفاضات، يعني من الانتفاضات هي صارت معركة وادي فسان. هلا والعظمه يمكن بسوريا كانوا يعملوا مقاومه ضد الجيش الفرنسي يعني. هلا وصل لهم خبر لاهلنا يعني انه في حمله موجهه ضد العشائر على جرود بيت جعفر،
يمكن زين مرعي جعفر اسمه كان حامل لواء العشائر، العشائر كان إلى لواء. هلا حسب ما ذكر لي عمي يعني كان شاب صغير ما كان عنده بارود، أخذ من عند بيه عنزة شامية وولادة اثنين بتخلف توام هيدا، باعهم واشترى بارودة وذخيرة والتحق بالشباب. حسب ما خبرني انه كان في حوالي 80 شاب من بيت زعيتر بمعركة وادي سفان وادي فيسان. هلأ عملوا كمان بالوادي للحملة اللي الحملة الفرنسية اللي رايحة على جرود بيت جعفر. الفرنسيين كانوا ياخدوا عسكر إجباري من المنطقة، هلأ كانوا يسموهن عسكر أبو كبوت، يلبسوهن كبوت فوق تيابه. هلأ كانوا يمشوا هودة بمؤخرة الحملات الفرنسية. هاو عسكر أبو كبوت وصلوا خبر للعشائر إنه في حملة رايحة على وادي فيسان. تجهزوا أهلنا ومشوا، مشوا الجعافرة والدندش وكل العشائر الحمادية بيقولوا لها عشائر البقاع، وعملوا الكمين بوادي فيسان. وقت وصلت الحملة وبيدت عم بكرة أبيه، واللي يهرب من السنغال أكثرهم كانوا ليهرب من الفرنسيين كانوا يتلقوه عسكر أبو كبوت، واعتقلوا بوقتها قائد الحملة الفرنسي. قدامي جدي اجوا الفرنسية وصاروا يربطوا لهم عند ست الحدايد. ست الحدايد هاي بتمرق من هون، يبقى الترين يمرق عليها، وفي محطة هلأ بعدها موجودة بأرض شعب، يمرق الترين يقولوا اجا الترين، نبعيد شي نشوفه من هاون. الحج من المناسك الدينية التي كان الأهالي يتكبدون مشقة الطريق لإتمامها، وكذلك كانوا يجتازون السهل مشياً على القدمين لزيارة السيدة خولة. أنا من أساسي أنا والد مثل ما نكشفتيني بلبس هيك بعدني بلبس على الصوم ليك. أنا جدي يصلي قدامي، ستي تصلي، جدي بي ستي أم أبي، ستة أمي يصلوا قدامنا. تعلمت الصلاة منهم وصارت صلاة. اللي يروحوا على الحج على الجمال، الحج علي راح على الجمال، حج علي بيتونها هيك بذكروا. أنا وليد يقول لي جدي إنه راح الحج علي على الحج على الجمال. في حجاج من مئات السنين، فيه يعني بيت الحاج فلان وبيت الحاج فلان، عم نحكي من 100 سنه و200 سنه كان الحاج مش مثل هلا، يعني ما كان متوفر لكل واحد يروح ويجي، فهذا بدل على التدين القديم. بينما بالمحيط الحجاج فيها مش من زمان، من 50 سنه و60 سنه، اقل من 100 سنه بعض القرى. يعني كان في بعض الحجاج اللي عندهم وكالات من المرحوم الشيخ حبيب، بلا كان تقريبا الشيخ حبيب اكثر واحد يجي. إيه منعرفها من زمان، ست خولة منعرفها من زمان، بس إنه يعني الروح ماشي الروح منها وبستاهل. وبعدها هلأ طريق بعلبك القديم منعرفها واحد. وقديش بدك لتوصل؟ بدنا ساعتين ثلاثة الله أعلم، حسب ما تهمي بماشيتك، حسب ما أجلك الدبي تمشي. لم يكتفي الحجاج باستقاء الأحكام من علماء المنطقة، بل راحوا يستقبلون العلماء ويبنون المرافق الدينية. كنيسة ضيعة متدينة قديمة، يعني فيها مسجد قديم وعيد ترميمه من فترة، بس هو قديم جدا وقديم من قدم الضيعة. يعني عندنا جامع هيدا هون والحسينية، وعملنا حسينية مثلا تحت لتحت بالمنزل، سنية كمان مثل هيدي وأكبر. أنا جيت على الكنيسة بالثمانينات، بال88 على الكنيسة جيت أنا، 85 وطلوع. يعني كان قبل في الشيخ أكرم الله يرحمه، الشيخ أكرم يزبك،
كان يجي السيد عباس الله يرحمه، الشهيد السيد عباس، كتار كانوا يجوا من الإخوان اللي كانوا بهذاك الوقت. طبعا إجا الحرس عليها بأوائل يعني بالثمانينات. لا قعد فيها، لا لا إجا عطى فيها يعني دروس ومحرم وغيرها ب 83 و 84. يمكن إجا عليها زيارة لما إجا كان في صلحة بين بيت حبشي وبيت خضرة، الحكي هذا بال 75. في عندنا الشيخ كركرة، شيخ كركرة، عندنا الشيخ شوقي زعيتير، عندنا الشيخ كمال، شيخ كمال زعيتير، عندنا الحاج الشيخ زوين، شيخ محمد. فرح نحن ناخذ الحسيني اذا الله راد مركز لنا، بصير في نشاطات فيها بالنسبة للفتيان والفتيات. يعني عن الفرحة بحفاظ القرآن الكريم وقصة المؤذن والصباح يحدثنا الأهالي. بس يخدموا القرآن يعملون فرحة بالضيعة ويركبوه على فرس ويصوروا مثلا يهللوا له اللي بيختم القرآن ويمشي ويصير يجيبوا له هدايا، اللي بيختم القرآن يجيبوا له هدايا. بيي بختم القرآن. مين علمه القرآن؟ معلمه، كان في السيد زهاون ويعلمه. كان خيي يرحمه حسين عباس زعيتر، خيي حسين هو كان يجي على الجامع يأذن ويقرأ قرآن ويرفع الأذان. ويجي الصبح صلاة الصبح حلوة، ويروح يشرب قهوة عند قريبنا بمراحل المير، في شي اثنين كيلومتر، يروح ماشي يشرب عندهم قهوة بعد ما يصلي هاون يروح لهونيك ويرفع الأذان الصبح ويصلي بالجامع ويروح يشرب قهوة. وتبقى المناسبات الدينية في شهر رمضان المبارك وعاشوراء مستمرة فيها رغم النزوح والأحداث الطارئة على البلدة. الوالد يرحمه يكون يرحمه، يجيب مقرئ أو تجي امرأة شرويكة تجمع الضيعة عنا كلها 10 أيام كل يوم بشهر الله بذكرى أهل البيت صلّى الله عليه. ونحن كنا صغار نبكي، نقعد حول الأهل صرنا نبكي مثل ما هن يبكوا، وكانوا كتير يتأثروا. عاشوراء نحضر بالحسيني من زمان بالبيوت، تقرأ لنا مرة منها ومن الضيعة، هي تقرأ ونحن نتجمع هالنسوية. عاشوراء وشهر رمضان ما بتخلى، يعني كل سنة عندهم مجلس، يعني المواطنين المقيمين هودي لهم مجلس، لهم مجلس، والحاج هو يعني شاب هو اللي بيتولى أمرهم، يعني ولا مرة احنا قطعناهم من مجلس أبداً، كل سنة عندهم مجلس. في مجلس مركزي بالحسينية ومجلس دوار بكل بيت، كل حاجة بتحب تعمل بيتها وفي عندها مجلس. حب المعرفة والتعلم سمة يتمتع بها أبناء البلدة حتى وصلوا إلى مراتب يحكى عنها في شتى المجالات، كانت بدايات أجدادهم من تعلم الحرف وكتاب الله. كان عندنا شيخ اسمه محسن حمدان، هذا بربي شيخ بعد تعلموا القرآن وتعلموا البلد. في مدرسة يحطوا جميع التلاميذ، كلنا فرد صف، صف واحد يعني. وين كانت؟ كان تحت حد بيت المرحوم علي الحاج خليل. نقعد كلنا سوا يعلمونا. وسنة واحدة يعني.
كان في مدرسة وألغيت. ليش ألغيت؟ ما بقى وقت مشروع تجميع المدارس. كانت مدرسة رسمية؟ مدرسة رسمية وكل شيء يعني، وكان في 6-7 أساتذة. ليش لغوها؟ ما كناش هون نحن. أمتى أنشئت؟ ليش؟ مدرسة قديمة. قديمة ما بعرف تاريخها يعني، ما بعرف أمتى أنشأوها يعني، بس أيام الشبي، أيام فؤاد شاب بعتقد. إذا بيصير مثلا مدرسة عالة، ساعتها أنا مش مضطر أنزل مثلاً على بيروت ونزل أولادي مثلاً على بيروت، بينزلوا بيتعلموها أولادي بيتعلموها. اللي عايشين هون وين بيتعلموا؟ هلأ الناس بيروحوا على دير الأحمر، وناس بيروحوا على إيعات، وناس ببعلمك، وناس بشعت، هاي موزعين في عدد كبير. دكاترة في كتير أطباء، ولا أطباء؟ نعم. قديش في أطباء؟ في أكثر من 50 طبيب، هو اللي بعرف من قريبنا. نعم. ومحامين كمان، في اكثر من 15 محامي، كلهم يعني نحن كوننا حالنا بحالنا يعني. ضباط في عندنا هلا حاليا، في عندنا اللواء مالك شماس بعده بالخدمه الله يطولنا بعمره، وفي العميد علي زعيتر تقاعد، وفي عنا مثلا ضباط صغار بعدهم، في نقيب، وفي 4-5 ضباط، في رائد. تقريبا ما في بيت الا ما عنده عسكري او اثنين. علما انه هيدي القريه فيها عدد كبير من المتعلمين اصحاب الشهادات، عدد كبير كبير، مش انه عدد صغير. وزير. في وزير، وفي عندك اطباء، وعندك مهندسين، يعني عندك شخص كان رئيس الجامعة اللبنانية كلية الهندسة، كان هو من كنيسي، أستاذ محمد، الدكتور محمد زعيتر. عندك أطباء، فيها عندك مهندسين، عندك محامين كتير فيها، ممرضين، علماء مثل ما حكينا، طلاب علوم دينية كمان فيها. لا إذا بدك بنتذكرهم، فيها تشكيلة علمية كبيرة، مدرسي جامعات، فنانين. نشط أبناؤها في المهن والاختصاصات التي برعوا فيها، حتى نقل أحدهم صناعته في مجال البطاريات إلى البلدة. والله هيدي تعلمناها نحن والأرمن، بلشنا نحن فيها بداية، نحن والأرمن بلشنا فيها تقريبا بالسنة 70 بهاي المصلحة، كنا ببيروت قبل الأحداث يعني. اشتغلنا فترة وجهزنا، اجت أحداث لبنان، جينا نقلنا المصلحة لهون، عملنا كمان فرن لتدويب البطاريات المستعملة كمان، يعني تابع للمصلحة. بيطلع تقريبا مثل هذا، نرجع نصنعه نحن. يعني هاي الشبكة اللي بتصنع بقلب البطارية، يعني هاي الرصاص تبعها من السبائك اللي مندوبها، إعادة تدوير. إعادة تدوير. لا فتنا على السوق المحلي، لا من قال لك ما فتنا؟ فتنا اشتغلنا مليح. كانوا يوثقوا فيكم العالم؟ كيف لكن بطاريتنا ما فيها كفالة. أنا بعد كنت أعطي كفالة من سنة لسنتين، ماركة دلتا مسجلين بالدولة نحن، ترخيص رسمي وكل شيء، مرخصين من سنة 84. كانت المرأة تتولى مهام البيت من طبخ وتنظيف وتصنيع مونة السنة. بدنا نحلش، لأنه هاللي زرع زرعات وبدو يحلشون، وبأيام الشتاء كمان بتعرفي بدو ضل المرأة، بدها تعجين، بدها تخبز، بدها تغسل، كله عشية على الحطب على النار. نعمل كشك، بنعمل باذنجان مقدوس، مربيات، كل شيء بنعمل. نعمل نسلو، نبرغي، برغل، نعمل كشك. هاي الموني من قبل عنا بقرة، يعني في عنا حليب، في عنا لبن،
هيدي الموني يعني زيتو نجايب هاي مع ايد التين ومتين يعني كنا نغمز. عند أطراف البلدة أراضٍ كان يستخدمها الرعاة لرعي ماشيتهم، تتميز بأشجار السنديان العتيقة، ومع الأيام بنوا بيوتاً من حجر، ولبعد المسافة عن وسط البلدة سكنوا فيها. إنها مراح مير علي. هنا بدك تقدريح ولا 300 شو؟ 300 راس كلهم شو؟ كلهم معزة وغنم. بنعمل للبيت وبنعمل لبنة لبن جبنة هاك بنعمل. سندين ايه فوق كله هذا سندين هذا ما في لزيت مراح البير ومراح المير علي بيقولوا ها ودروة منشان الريح الثالث بضلوا مدريين هم ممنوع حدا يقص منه. مين قال ممنوع؟ من زمان مش من هلا. ايه سندين هو هذه سندين. ايه سندين بس انتم بتدفوا من هذا الشيء بننقي مش انه بنقص هيك بنجيب يعني هالياتي هيك معطوبه بشلو. في كثير شجر سندين هون؟ كله سندين هذا. مراح المير علي ايه قريبنا قاعدين هون هي تابعه للضيعه؟ تابعه للكنيسه بالعقارية بالنفوس تبع عليه. وعايشين هون لا معي ولا شيء صرنا 4 سنين مضويين كهرباء. وبعد المي ما قست والطريق يعني منيح الطريق. شو بتعملوا هون؟ شو بنعمل؟ بنزق مي بالستير. بنفلح للطرشات بنزرع لهم بنضمن لهم ارض شعير حصيد بنزق مي بالستير. زرع الأجداد أراضيهم وتتداول البلدة بعضاً من قصصهم حين لم يكن وصول المياه عائقاً إلى زرعهم. وذاكر واحد أجت البغلة تأكل من البيدر عنده تحت وقاعد من قبيلة لك شو قالوا له يا أبو رشيد على البغلة عم تأكل من البيدر قال له هلأ بتأكل شبعتها وبتفلها وذكره قديماً زراعة القمح الشعير العدس الكرسان الحمص هاي زراعتنا كنا مشهورين فيها يعني بعد بعد هلا ايه بطاطا بصل توم. الزراعه كانت وقتها ضئيله جدا جدا ما كان في بياره ارتوازيه ما في راي ما في شيء يعني وقت اللي يزرعوها بعل ما بيطلعوا اذا هن قاموا بعملهم وكل شيء ما يطلعوا منته بقى كان كل العالم تترك الضيعة وتروح على العاصمة على بيروت. اللي عم يزرعوا عالم كثير هاجرت على بيروت من عندنا من الضيعة ونحن رجعنا جينا على الضيعة انه نزرع ونحسن بضيعتنا. لا في زراعة في بس تيجي تضرب الساعة بطلوا يعرفوا لا ياكلوا لا يشربوا هاجروا بالمية 99 على بيروت. تفضل بكل هالضيعة ال10 آلاف 32 بيت ومحمد بيعرف 32 بيت هالختيارين وفلتوا الضيعة على المعزة والغنم. جينا نحن حيينا عملنا مغاي وطلعنا بيارة وبدك تعرفي قديش حق المعدات اللي عندي بقول لك أنا عشناها وعملناها ضيعة موصوفة وأخذت رقم اسحاني يجوا لهون كله إجا من البقاع يزرع عنا. كان عندنا نحن انا تعلمت السباحه على الجسر على جسر ريحه كنت ولد عمري مثلا شيء 7 سنين ميت الليمونه ضل ساقي جاي لعنا تيجي ميت الليمونه لعنا وضل مثلا نغسل منها ونشرب منها
وكل شيء ما في شيء يعني. هلأ نيدروا لنا صرف الصحي على محلة، وأخذونا على زمان صبري بايك الله يرحمه، أخذ لنا مية الليمونة على حزين، هيدي مية الليمونة لإلنا. وفي عنا أراضي نحن سائح بالعقارات سائح يعني بالوديان كلها سوا، بتروح مثلا تروي الأراضي كلها سوا، لأنه مثلا كان هو نافي صبري بايك إلنا 5 سنين حفرين بير حفرين بير. هلأ من أسبوع معالي الوزير الله يطولنا بعمره قدم لنا ترانس لحتى نشيل الماي، بس ناقصنا الحوز على الأعمدة لأنه هلأ نحن بلا ماي بالضيعة. تجينا ماي من نحلة تيجي عمقنة نصقي نحن، وطيلة خيرات الله وقفت الماي. ما عندكم ولا ينابيع ولا ينبوع؟ لا 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 الحمد لله لا لا. هلأ كل بيارة طوزية هلأ على 400 متر. هلأ زراعة هاي السنة تعبانة كتير يعني، كل ما عم فينا نحط شيء لل عم نزرع نحن بطاطا هون بالكنيسة، ما عم فينا نحط شيء يعني، كله الكماوي وكله غالي على الدولار، واشترينا بدارنا على الدولار وعم بدنا يعطونا عليه دعم، وحتى لهلا بعد ما اجينا دعم وكله بقلنا انسى الموضوع الدعم، وبعدك تحطي اسمدة على الدعم ما بيمشي الحال، عشان هيك وانتاج السنة ضعيف عندنا. هلا انت وقت الحصاد؟ نحن هلا وقت الحصاد، هلا مثل ما شايفه هون الشغيلة عم تحصد، بس ما في انتاج عشان كل شيء بدك اسمدة على الدولار وبدار على الدولار وتبيعي على لبناني، يعني كله خسارة بخسارة. بطاطا من قلة المازوت انضربت، انتاجها 5 طن هلا 2 طن. سبانتا واجريا وفريدة زارع 3 اصناف بطاطا. نزح الأهالي في حقبات متفاوتة خلف لقمة العيش، بنوا بيوتاتهم، زرعوا البساتين، وأنشأوا أحياءً اتخذت من عائلتهم اسمها، فكان حي الزعيتري أشهر الأحياء التي سكنوها قرب العاصمة، إلا أن الحرب اللبنانية جعلتهم يتركون رزقهم وبيوتهم في المدينة أيضاً لتسلم أرواحهم. أكثر شيء أهل الكنيسة بالفنار، بجليلة هون بشتورة بجليلة كمان اشتروا وعمروا وسكنوا. لا 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 نفوسهم بعدها هون، ولكن إقامتهم هونيك حاليا. كان الزارع هي سنة اللي ما طلع الزارع، فلوا أصحابها منها، فلوا راحوا قعدوا بالفنار، كل ربعنا بتزعيتر فلوا على الفنار وصاروا يشتغلوا هني وولادهم ونسوانهم وعاشوا. نحن بقينا هون، أهلي بقوا هون. بعدين بيجي وحدين وجدي وقته شوي منيح، راح اشترى بالنبعة هو واحد من الضيعة شركية، اشتروا أرضية وعمروا وسكنوا هونيك. أنا بقيتها راحوا المنطقة كانت بساتين يعني ما حدا يسكنها، كانت بساتين ورخيصة يعني. ما اشترى بي هونيك كانت المنارة أرخص من هذيك المنطقة، منارة كانت صبايرو. هو بحث عملي يعني، راحوا يشتغلوا تحت سمساب الفنار والربيسات وبياقوت هاي المنطقة والنبع ورش حمود، حتى هني على تماس مع نهر الموت ومع الأسواق ومع الكارانتينا ومع نهر بيروت، فكانوا يشتغلوا بهاي المناطق هون، وكان في معامل نسيج وغير العسيلي وجبر وغيره، فنزلوا من اجل لقمه العيش حقيقه. عمال يعني؟ ايه عمال يد عامل. نزلوا ب 48 مش ب 58؟ لا ب 48 في ناس نزلوا، وناس نزلوا ب 58، بس اول البدايه هي 48. وقت حرب الاهليه تهجرنا. تهجرتوا من هناك؟ طوعونا. طوعونا ايه وتهجرنا. راح لكم شيء شهداء؟ وراح شهداء وراح كثير شهداء على الطرقات. لما رجعت الناس على بيروت صار في فراغ بالضيعة،
يعني صارت الناس كلها رجعت على بيروت. واللي أحدث كمان فراغ بالضيعة أنه هلأ في كتير ناس من أهل الضيعة ساكنين بشتورة وبجلالة، يعني صار عندك حي كبير بجلالة، ضيعة تاني بجلالة هن من الكنيس، وعندك بالفنار، يعني هذا القسم الكبير هلأ عم يشتغل بالفنار وبجلالة بشتورة يعني، وإلا هن كانوا بالأول كلهم بالضيعة. زعيتر العائلة التي اشتهر بعض أبنائها بكثرة المشاكل تركت أثراً سلبياً على من يكن بها، وهي العائلة التي أثبتت وجودها في شتى المجالات التي أثمرت في المجتمع. هالضيعة كتير حلوة وشعبها كتير طيبين، هو في كم حدا يعني هون بالضيعة دايماً بينزع الصيت مثل كل عائلة، ولكن دايماً المشاكل بتبين أكتر دغري بتنتشر أكتر، وإن شاء الله بعدين إنه هيك بطل في مشاكل وبيرجع بينتشر بيتضوي على المعلمين أكتر، لأنه إحنا عندنا كتير معلمين وعالم كتير محاماة واصلة لكتير مراحل. هو المشكلة كل ما جينا نصحح بمحل بتفتئ بمحل، وكأنه مقصودة هاي القصة، يعني مقصودة في شيء عم يشغل مع البقاع انه يخلي الناس تضل همج رعاع يعني. هلا مثلا بصير في مشكله ما بتتدخل القوى الامنيه، بتتدخل ابدا يعني، ليه ما بتتدخل؟ بينما اذا اجى واحد حط حجر عمار بتتدخل الدوله. بعد ضيعه عايشه متلاحمه مع بعضها، اذا انفقدوا الكبار ما عاد الى قيمه الضيعه. لغه خاصه أول شيء حتى تقدر تفوتي على قلب ابن عشيري بده يكون عنده ثقة فيك كبيرة يعني، وهي الثقة بده تكون مبنية على أسس يعني سابقة، يعني ماني ما بغشهم، ما بلعب عليهم، ما بطعنهم، كمان ما بشجعهم على الغلط، التشجيع على الغلط بصير فيه مشكلة شرعية. هني بيعرفوا إنه شو زعيتر بيوقف معهم على الصح، وإذا عملوا غلط بيوقف، يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما بردعي عن ظلمه، بردعن عن ظلمهم، والله عطيني يعني عليهم مثل بيقولوا مش إنه سلطة بس بيسمعوا لي يعني، هني والعشائر الأخرى الحمد لله يعني. هي بعد تجربة كلفتنا كتير جهد ووقت الحمد لله. لا مش مع بيت زعيتر بس، مع كل العشائر. ساهم أبناء البلدة في الدفاع عن الوطن، وهي البلدة التي مر منها السيد المغيب موسى الصدر، واستقبلت الحرس الثوري وقدمت الشهداء والدعم للمقاومة. هاي المقاومة مروحنا ودمنا المقاومة. بذكر مرة اجاني تليفون الساعة 1 بالليل، هلأ راني التليفون، أنا مثل هيك تخوفت إنه ولادي مشان أنا، إلا واحد على التليفون بيقول لي ليكي شو بتعطينا معلومات عن حزب الله، بنعطيكي 50,000 دولار. قلت له بدك دربي بعد عن سمعين تشمت روحك، بدي اعطيك معلومات عن حزب الله، وصرت بهدله وطشت التليفون. مع المقاومة الإسلامية في عنا الشهيد أحمد زعيتر، أول شهيد سقط هون بالمنطقة، هو تاني شهيد ببيت زعيتر، استشهد ببعل غربي، ضل جثته مع العدو لصار في التبادل. بس هود اثنين مع المقاومة الإسلامية، وكان أحمد الله يرحمه مثل ما بتقولي فاتح العهد عنا بالشهداء، لأنه الشهيد فؤاد استشهد ببيروت ومش معروف بالعيلة يعني، بينما أحمد استشهد كان ساكن بشتورة، وهو اللي قدر غير فيك تقولي دخل المقاومة عشتورة بهداك الوقت يعني. وبعد منه بأربعين يوم استشهد زميله اللي هو الشهيد مهدي، إجا بعد منه كمان الشهيد إسماعيل خيو للشهيد مهدي. البلدة التي قدم أبناؤها أرواحهم فداء لبقاء الوطن وجاهدوا في ميادين العلم والمعرفة بفكرهم وثقافتهم ووعيهم، هي البلدة التي يسعى ساكنوها لتخزين المياه، تفتقد اليوم لكل الخدمات والمقومات التي تساهم في صمودهم من مستوصف ومدرسة ومجاري صحية
تشكلت فيها بلدية من 15 عضواً سرعان ما أسقطت لدواعي عائلية. خردقات فيها ويعني اللي كان لازم يجي ما إجا، وإجا كمان شاب مليح بس خلص صار في، لأنه بتلعب هون دور العصبية بقلب القرية والجبابية. دائما القرية اللي فيها عائلة وحدة فيها مشاكل كتير. إن ما أيا كمان منقدم أنا وزميلي المختار، منقدم مثلا طلبية إنارة كهربائية كل شيء عم ييسرنا أمرنا سعادة المحافظ. متمسكون بها رغم كل ظروفها، حتى الرمق الأخير يؤكد أهالي بلدة الكنيسة. قلبي وروحي ودماغي وأنا والد معلق بالضيعة. أمي أخذتنا على زحلة، أهرب وإجي بالراكب لشبة جدي. بنفيق بننزل على الصبح لآخر الليل هون بالأرض. بنعيش بالأرض أكثر ما بنعيش يعني بضيعتنا بأرضنا، أكثر ما بنعيش بالبيت حتى كمان. بتعني لي كثير مسقط راسنا، وبترتاح نفسيتي بالضيعة كثير. يعني وقت مثلا قاعد مثلا جدي وبي وأمي وكلهم متوفين ومجني هون، أكيد بتعني لي كثير. يعني هون بدي أقول لك في صفاء ذهني، في هدوء، قريبة من الله. شو بدي أقول لك يعني؟ نتمنى إنه الضيعة يصير فيها شيء ما يعني تحسن، لأنه في إهمال كتير فعلا، يعني في إهمال مش معقول يعني من الدولة ومن غير الدولة، إهمال قد ما بدك يعني. هي الأمر البيوت كلها قريبة على بعض، وكتير منطقة حلوة هونيك ورواق وهادية، فقدام الهواء سهول واسعة يعني، فبتمنى يجي يشوفوها لأنه ضيعتنا كتير حلوة. ياخذ الحمام هون على بيروت وقت راحوا لابنا، يرجع الحمام من بيروت يرجع على الضيعة، إذا الطاير عم يرجع على الضيعة كيف الإنسان؟